هو موظف دبلوماسي يترأس سفارة لتمثيل بلاده في الخارج. حلقتنا اليوم إن شاء الله من حلو مرة هي مجموعة من السفراء النخب الموجودين داخل السودان، المثلون كثير جدا خارج السودان، وكان نعمل اختيار لوظائفهم. فعلا يعني إحنا سعيدين يكونوا موجودين معنا داخل الأستوديو اليوم سعادة السفير صديق يوسف أبو عقلة الذي عمل سفيرا بسفارة السودان في المغرب، أيضا أندونيسيا وفيتنام وأستراليا وسنغافورة. أهلا بك ومساءك خير. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، ويتعاد عليكم بالصحه والسلامه على الشعب السوداني الابي بالصحه والسلامه والتقدم والازدهار ان شاء الله. ان شاء الله وانت طيب يا رب. كمان بيشرفنا يكون موجود معنا سعاده السفير دكتور علي يوسف احمد الذي عمل سفيرا في الصين وفي الاتحاد الاوروبي، ايضا جنوب افريقيا والسعوديه وتونس، في اليمن ايضا وكينيا. اهلا بك وشرفتنا هذا المساء. شكرا جزيلا. انا برضو بقول لكم رمضان كريم. بهني أولا قناة أنغام وكل العاملين فيها والأصدقاء، وبهني طبعا برضو الشعب السوداني برمضان، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا بالخير واليمن والبركات زي ما قلتي، وتكون المصيبة اللي اسمها كورونا دي مشت مننا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بنتمنى كل الخير وكل الرخاء وكل النماء أيضا للسودان، وخالي من الأوبئة، سودان فيروس زي ما بيقولوا، سودان من غير كورونا. معنا موجود معنا الأستاذ خلف الله عبد المنعم مدير قناة أنغام الفضائية، أيضا المستشار الإعلامي السابق في بريتوريا. أهلا بك سعادة السفير، نقدر نقول عليك برضو سفير سعادتك. أهلا بك. شكرا جزيلا ورمضان كريم لكل الشعب السوداني، وسعيد جدا أستاذ ناهد نكون في مئة هذه الكوكب من السفراء الكبار. سعدت كثيرا بأن أكون معهم، وأتمنى أن نقضي أمسية جميلة مع هؤلاء السفراء ومع المشاهد الكريم في كل أنحاء السودان. شرفتنا كثير سعادتك، وأهلا بك وأهلا بالمشاهدين وين ما كانوا داخل وخارج السودان. سهرة حلو مرة حتكون متواصلة معكم أكيد في رمضان إن شاء الله. كمان موجودة معنا فرقة البلو ستارز، أهلا بكم وسهلا جدا، الأستاذ علي دوكة طبعا الفنان، والأستاذ فتحي عبد الوهاب في الدرامز، أيضا ناجي جيلي في الجيتار، ونادر جيلي كمان في الأورغان، عصام عوض الله زروق في البيز جيتار، ومحمد محجوب والمدير الفني للفرقة طارق مصطفى. وإحنا كمان شاكر لكم كثير جدا وجودكم معنا هذا المساء عشان تحلوا لنا المكان. أكيد أنتم سفراء أيضا للنغم، سفراء للكلمة الجميلة، وهي أكيد بتغذي الوجدان بالكثير يعني، ورسالة، والفرسالة أيضا كما السفير هو أيضا رسالة، وكما هو ممثلنا إحنا داخل خارج السودان. بيسعدنا جدا ويشرفنا كمان أستاذ صديق أبو عقلة سعادة السفير، أهلا بك وسهلا وشرفتنا كثير جدا. محطات كثيرة في حياتك بدت من انطلاقك من السودان وسافرت، يمكن في البدايات يا ريت لو عرفنا تحركاتك، يمكن انا ذكرتها في المقدمه، انت سافرت كم بلد او كنت موجود كسفير في كم بلد، يا ريت لو حكيت لنا كده باختصار يعني. شكرا جزيلا. انا يعني برضو برحب بهذه القناه العظيمه، يعني دائما متونسين معاكم ومنسيننا يعني، ويعني بتقدموا برامج رائعة بتخلوا المواطن مشدود دائما والمشاهد، فلكم الشكر. وإن شاء الله يعني برضو في رمضان يعني ربنا يسيبكم خير برضو، نعم، في أنكم يعني تروحون، نعم، على الصائمين، نعم. في حقيقة الأمر نحن دخلنا وزارة الخارجية كسكرتيرين توالد، يعني بداية من سكرتير ثالث إلى أن وصلنا لمراحل السفراء. وأنا بقول بدايتي كانت في أفريقيا الوسطى في بانجي، وهي محطة يعني يمكن إلى الآن ذكرياتها يعني موجودة، لأنه في عدد من السودانيين موجودين في تلك الديار، نعم، بمشارب مختلفة. قعدت فيها 3 سنوات، ومن أفريقيا الوسطى انتقلت إلى أبوظبي. نعم. وأبو ظبي يعني صحتي لم تواتي يعني أن أستمر هناك، كان يعني في رطوبة عالية ذات تايم في الوقت ذاك، فانتقلت إلى بيروت. نعم. و يعني أنا بذكر سعادة السفير أحمد مختار عليه رحمة الله، وكان مستشار لوزارة خارجية أبو ظبي كلها، نعم،
وبالمناسبة كان برضو في مدير الإدارة الإفريقية برضو كان سوداني ومجموعة، فكان بيقول لي يعني في بيرو في أبو ظبي، وكان والله نزل جاتنا أزمة وكلام زي ده، وبيروت ماشي مع الحرب. فكان بيقول لي من لم يمت بالسيف مات بغيره. يا سلام يا سلام. أنا هنا نعم. ومشينا بعد يا أبو ظبي مشيت بيروت، ومن بيروت مشيت طبعا جيت الرئاسة هنا، وتاني مشيت لكندا، ومن كندا جيت الجزائر، رجعت الرئاسة مشيت لندن. لكن لبنان كانت محطة هامة. نعم لبنان بالنسبة لك كانت محطة هامة جدا، يمكن هي وطهران. لبنان كانت محطة هامة لأنه كنت قائم بالأعمال أثناء الحرب، ومنحت فيها وسامين من الرئيس سركيس، منحني أرفع وسام، وسام الأرز الوطني اللبناني من رتبة كوماندرز، والرئيس جعفر نميري منحني نوط الواجب من الطبقة الأولى لتقدير اللي وجودي كان في بيروت، وانا كنت يعني لسه كنت سكرتير اول ومستشار. وانا هنا والله بحيي يعني السفراء الذين عملت معهم في كل الاماكن دي، يعني المرحوم امبروز وول في بانجي، و هاشم محمد صالح في ابو ظبي، وجلال عتباني في بيروت، وصلاح احمد. يعني نحن بنحييهم ذكريات، طبعا اكيد بنحييهم معك، وكمان هي ذكريات ما بتطلع ابدا من الخاطر. حنرجع راجعين واكيد كثير من المحطات اللي عندك برضو فيها وقفات نمشي الدكتور علي مباشره، ومحطات كثيره في حياتك دكتور مررت بيها، فيها الحلو وفيها المر زي ما بيقولوا طبعا، وان كان مره قليل حسب ما يعني عرفت انك ما شاء الله محل ما بتمشي او مكان ما بتمشي انت بتقدم دائما الاجمل. كنت سفير فعلا حقيقي ونخبه، يعني نخبه من السفراء الممتازين. انا قبل ما هنا يعني بس داير اعلق على كلام الاخ السفير صديق، هو قال بحيي السفراء بيشتغل معهم، وقال حيي المرحوم امبروز وول. انا بس داير اعرف هو حيحييه كيف. من امبروز وول؟ طيب انا ربنا يرحمه بحييه قبل ما يموت. انا الحقيقه يعني ما عندي الخبرات والحاجات الواسعه بتاعت الاخ صديق، لكن يعني التجربة بتاعت الخارجية تجربة حصلت فيها أي حاجة ممكن تحصل في الخارجية. يعني أنا عملت كدبلوماسي سكرتير ثالث في الخارجية. طبعا لما دخلت الخارجية كان الأخ صديق كان قدامنا في الخارجية يعني له كم سنة. نعم. ف فتحت سفارات، ودي من الحاجات النادره جدا، الحاجات يعني خبره ما بتتوفر طوالي انك تمشي كدبلوماسي تفتح سفاره. نعم. فانا فتحت سفاره تونس سنه 75. نعم. وبرضه فتحت سفاره السودان في جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه سنه 89. نعم. سنه 89 قبل 15 يوم من الانقلاب بتاع الانغاز. نعم. برضو قفلت سفارتين. يعني فتحت وقفلت سفارتين مع بعض يعني. بعد ذاك يعني في اثناء العمل يعني. نعم. قفلت سفارتين. واحدة كانت براغ. نعم. في تشيكوسلوفاكيا، يعني كان الرئيس نميري كان قفل كم سفارة. كنت اخر سفير فيها دي. انا كنت دبلوماسي. نعم. فالوقت ذاك يعني. فقفلناها نيميري كان قفل كم 20 سفارة. وكان طبعا خطأ شنيع. وتاني قفلنا سفارة السودان في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. لأنه اليمنيين اتحدوا وقرروا يقفلوا السفارات في عدن ويفتحوا سفارة، يخلوا السفارات تستمر. نعم. دي 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 تجربتين. نعم. يعني يونيك كده غريبات. أنا أضيف لحاجة، أنا برضو قفلت سفارة في الجزائر. يعني برضو في الوقت ذاك نفس الفترة حقت في نفس الثمانينات بتاع السفارات. نعم نعم. اللي اتقفلت يعني. نعم. ولو سمحت أستاذ. نعم. تفتح سفارة تكفل سفارة، تفتح سفارة دي دار الدرجة معينة من سفرة ولا دبلوماسي أي دبلوماسي. ممكن أي دبلوماسي. يكون دائما المهام لأنها صعبة جدا، يعني أنت تفتح سفارة عند
إجراءات طويلة جدا بتاعت إنك تمشي تفتح حساب تنزل في فندق ما بعرف موظفين عايز للسفارة تأجر مبنى أنت بتهيأ بتعمل الحياة دي كلها بعد ذاك بتفتح تعلن افتح فتح السفارة حتى بعد كده بيجي السفير ده بيجي يلقى الأمور يعني سعادتك يعني نقدر نقول حاجة واحدة بصرفها لك للخبرات بتاعتي إنه أنا اضطرطت ودي طبعا تضيق مع عملاء ما حصلت لهم هسه هيقول لك انا حصلت لي الحاجه لا ما حصلت لي وقال اضطرته طردوني يعني اعلنوني شخص غير مرغوب فيه وفي في في لا ما هو اضطرد نعم غير مرغوب فيه انا اللي هي دي تجربه طبعا يعني تجربه انا بفتكرها تجربه فعلا استفدت منها سخنه ويناي اللي كانت في كينيا وانا كنت غايب الاعمال في الوقت ذاك وحصل مشكله بتاعت الحدود بين السودان وكينيا حول مثلث اسمه إليمي وانا كانوا طلبوا مني اعمل مؤتمر صحفي اوري فيه انه المثلث ده يعني حق السودان وكذا وفعلا عملت المؤتمر وعملنا كان معي الاخ عبد الدافع الخطيب يعني انا احييه وجبنا عدد ضخم جدا من الاعلاميين وعملنا اعلنا انه كينيا يعني سقطت على المثلث الوقت ذاك كان الصادق المهدي كان هو سيد الصادق كان هو رئيس الوزراء فالمهم احنا قاموا طردوني كويس المهم دي تجربه برضه تجربه دبلوماسيه حاره بالنسبه لك جدا جدا وكان في بدايات حياته الدبلوماسيه طيب كدبلوماسي بعد كده انا طبعا اشتغلت في عدد من السفارات كدبلوماسي لغايه ما اول مهمه بتاعت رئيس بعثة كانت في اليمن الديمقراطيه الشعبيه كنت غايم بالاعمال بعد كده جيت اشتغلت سفير في الصين في جمهورية الصين الشعبية نعم. وبعد كده اشتغلت سفير للسودان في الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ثم اشتغلت سفير بعد كده في السودان طبعا بجي السودان وبرجع سفير للسودان في جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا كانت آخر محطة وكنت سفير للسودان في جنوب أفريقيا وستة سبعة دول من الدول المجاورة لها من ضمنها بوتسوانا موزمبيق تمثيل غير كلها ست ايوه عباره عن قنصليات يعني نقدر نقول لا قنصليات وده برضه من الحياه المفيده الواحد يعرفها اللي هو التمثيل المقيم بيكون السفير قاعد في البلد نعم ايوه لكن بيكون مرات السفير قاعد في البلد دي لكن عنده تمثيل غير مقيم لبلده في بلد ثاني ايوه مثلا سفير بلد في زي في اديس ابابا او في القاهره لكن في نفس الوقت سفير غير مقيم في السودان طبعا زلزلك برضه سؤال مثلا بنلاقي فيه سفراء يقول سفراء فخريين يعني اللي هو بيكون موجود مثلا في السودان وفي مكتب هنا يعني قنصل فخري نعم قنصل فخري نعم ما في سفير فخري السفير الفخري ده اسمه سفير النوايا الحسنه نعم اللي هو مثلا ده الفرق بينه وبين الوزير السفير المفوض مثلا لا ده فرق بينه وبين السفير بتاع الخارجيه سفير الخارجيه ده سفير بتاع الدوله يعني بيكون دوله معينه شخص سفير يهو دخل في الخارجيه واشتغل وبتاع لغايه ما وصل درجه سفير وده سفير في حته الولايه اما السفير النوايا الحسنه ده بيكون زول بتعينه بلده بتقول مش بلده بتعينه منظمه من المنظمات مثلا اليونيسيف مثلا الدبليو اتش او مثلا بتقوم تقول والله ده سفير النوايا الحسنه النوايا الحسنه يعني معناته هو بيقوم بيمشي بأعمال بيكون بأعمال يعني بيكون بأعمال لها علاقة بأعمال المنظمات زي دكتور عبد الكريم الكابلي مثلا زي كابلي نعم. زي نعم. عدد من الشخصيات برضه بتفرق من الفخري بتفرق من العنصر الفخري ده العنصر الفخري ده بيقوم بأعمال قنصلية وأعمال تجارية واقتصادية نعم بأقسام دولة يعني. باسم دولة ثانية بيكون ما عندها سفارة في زي موريشيوس مثلا يعني زي موريشيوس لأنه موريشيوس ما عندها سفارة نعم في السودان عشان كده بتقوم تعين قنصل فخري نعم نعم طيب استاذ خلف الله عبد المنعم بريتوريا محطه كبيره جدا ومحطه هامه بالنسبه لك يعني عايزين نعرف كمان الوجه الاخر لك في الحته بتاعه بريتوريا دي كتر خيرك كثير ورمضان كريم مره ثانيه حقيقه انا عملت في بريتوريا جنوب افريقيا من 2006 وكنت من المحظوظين يعني في تلك الفتره عملت مع سفيرين من كبار السفراء السفير الاول المرحوم الراحل المقيم كوال ألور كوال وهو سفير في الخارجية من 74-75 تقريبا لو كنت متذكر جيدا وسفير كبير وسفير ربنا يرحمه اللي هو كان صاحب بصمة خاصة وبعدي وطوالي عملت مع السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف ودي برضو كانت تجربة كبيرة جدا
بريتوريا جنوب أفريقيا منطقة هامة في تعتبر هي يعني رئيسة السادك أو رئيسة مجموعة الجنوب الأفريقي تنمية الجنوب الأفريقي. فلكن أنا بفتكر نفسي كإعلامي كنت من المحظوظين في تلك الفترة لأنه كونك تحتك بخبرات دبلوماسية ذات تجربة كبيرة. وأنا طبعا في هذه الجلسة الجميلة ما داير أقسم ظهر أخويا أقسم نعم دكتور علي فكانت فترة غير عادية. نعم لأنه واحدة من يعني من الحاجات المهمة جدا دائما يعني بيشتكي الإعلاميين في كثير من أو الملحقيات الفنية أو المكاتب الفنية مرات الهارموني والانسجام ما سهل. نعم دي بتوريك لي مدى هنا الحنكة والمرونة. نعم. وللسفير. نعم يعني أنا وجدت بيئة معافاة، وجدت يعني تعاون غير عادي. نعم يعني في تلك الفترة مع أخي دكتور علي يوسف فكنا يعني نعمل سويا وهو صاحب مبادرات كبيرة. نعم فما كنت أجد أي صعوبة في مقترحاتي. نعم في تحركي، بالعكس في كثير من المحطات الناس كانت بتشتكي من التفويض. يعني نعم. تكون انت كمستشار اعلامي او كمستشار باي مكتب فني. نعم. حركتك في تمرير وتسيير. نعم. عملك مرينة العادي جدا. مرينة. انا ما كنت بلقى، بالعكس بلقى تشجيع ودعم. نعم. نعم. فالنوع ده من ما بيجي من ساكت، هي دي فعلا الدبلوماسيه. دي الدبلوماسيه والشطاره. يعني انت لغايه الان بتتصل بالحاجه دي على فكره يعني. الله يبارك فيك. نعم. الله يسلمك. نعم طبعا فرقة البلو ستارز معروفة الجاز، وزي ما ذكرنا الجاز يعني أغاني جميلة كانت في الزمن في الستينات من القرن الفات، وكانت معروفة وكثيرة جدا. يمكن الناس اللي كانت عايشة في الستينات والسبعينات هي استمتعت بهذا الفن الجميل. هنسمع منهم حاجة ونرجع نتواصل معكم تاني، وخليكم معنا. So see the two.
سعادة السفير برضو صديق، عايزين نسألك قبل يمكن وقفنا في الحتة بتاعت لبنان ما كملناها، هي بالنسبة لك كانت محطة مهمة جدا، هي وطهران، طهران خاصة وإن المنظمات وكان في عمل في المنظمات وعمل للمنظمات كانت محطة بالنسبة لك قوية، لكن في لبنان قبل في حتة كده أعتقد لسه ما ذكرتها عايز تقول، تفضل أحكي لنا. لبنان، نحن كنا في لبنان أثناء الحرب الأهلية، نعم 75، وكان السودان عنده دور كبير لعبه، أنا كنت قائم بأعمال في السفارة. نعم. الدور المهم اللي لعبه السودان أنه كان اشترك في كتائب الردع العربية وفيما بعد كتائب السلام العربية. نعم. وكان دور كبير ومؤثر جدا، لأنه يعني يمكن السودان من الدول اللي كانت مقبولة ذاتها في الوقت ذاك. نعم. يعني الدول الثانية كانت بتأخذ أيزر ولا هي مع المنطقة الشرقية للمسيحيين أو مع المنطقة التقدميين بقولي. نعم نعم. فلذلك السودان كان هو الدولة المحايدة الواقفة في النص اللي لعبت دور أساسي. زاد على هذا الدور نحن كان عندنا كتيبة ردع بالأول. نعم. ونمرة اثنين ثاني كان عندنا كتيبة بقت كتيبة السلام في قوات السلام، وكان نائب القائد العام هو نعم الفريق عبد الماجد حامد خليل. نعم. يعني أطال الله عمره، ولعب الكتيبة السودانية لعبت دور مهم للغاية. نعم. وكان المرحوم نور الدين المبارك هو كان نائب للفريق عبد الماجد حامد خليل. عبد الماجد حامد خليل أنا أعتقد أنه من أعظم القادة العسكريين في زمانه ولا زال. هو يعني كان لعب، أنا أقول الذين يذكرون تل الزعتر ومعركة تل الزعتر، الشخص الذي أنقذ الفلسطينيين من تل الزعتر هو عبد الماجد حامد خليل. هو مش غاد القوة بنفسه وطلع هذه الأشياء. نعم. نور الدين المبارك، وبعد ذلك طبعا القادة بتاعين الكتيبة. نعم. هم تواصلوا المرحوم السير دقيق، وثاني بعده أخونا العميد مصطفى الزين صغيرون. وفي الحقيقة لعبوا دور كبير. أنا بعديها جاء السفير جلال عتباني بعد وقت، ولكن الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني أول ما وصل سفير اتصلوا بي وقالوا لا بد من أن أمنح أعلى وسام في البلد، وسام الأرز الوطني اللبناني. نعم. و كان وقت شدة يعني. نعم. حروبات داخلية وقت شدة يعني. أيوة. نعم. ونحن عملنا يعني ريالي السودان لعب دور كبير جدا. دور كبير ومجهود له يعني. وهو كان موكل له حراسة الأمن العام، حراسة البنك المركزي. نعم. حراسة كل المناطق دي. إذن عمل كبير قام في الفترة دي. عايزين نعرف محطة لبنان هي محطة قبل طهران، قبل طهران قبل ما تكون في طهران أو طهران بعدها؟ طهران دي جيت بعدها، بعد ما بعد اندونيسيا أنا مشيت. نعم. في منظمة أخرى. نعم. كلمنا عنها. اللي هو أنا بعد يعني 2008. نعم. قريب مشيت مدير الديوان للأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. نعم. وهذه هي بتساوي يعني الحكومات في الأو آي سي موجودة في جدة، والبرلمانات موجودة في طهران. نعم. نعم. ومكثت هناك يعني 10 سنوات. نعم. هذه المنظمة منظمة كبيرة فيها 57 برلمان بتعنى بشؤون الشؤون البرلمانية بكل العمل بين البرلمانات في هذه البلدان المختلفة. ويعني احنا كنا من وقت للتاني بنعقد اجتماعات في بلدان أخرى، والسودان هنا استضافة لمرتين ثلاثة.
وأعتقد أنه يعني المنظمة يعني ولا الاتحاد هو مهم. يعني إحنا ما أحوجنا إلى أنه نجد نوع من التفاهم بين البرلمانيين في البلدان المختلفة. ويمكن طبعا الحياة هنا تاني بدأ بتختلف لأنه إحنا ما كنا مربوطين بطهران الساطشي. إحنا طهران كانت مغر محطة للاتحاد. أستاذ ناهد ده كلام جميل، اتفضل أستاذ خلف الله. التكريم عندما يتم تكريم لسفارة في منطقة تمثيل معين، يعني زي ما حصل في لبنان تكريم ضخم والتمثيل طيب، ده يقيم كيف على مستوى الرئاسة؟ يعني عمل ضخم زي ده عمل في لبنان أو ده عمل في طهران، الإيفاليويشن بتاعه على مستوى وزارة الخارجية للسفارة أو للسفير الموجود والاستاف معه. نعم أنا أفتكر أنا طهران، أنا ما كنت لما كنت في طهران لم أكن موظف في وزارة الخارجية السودانية، وإنما كنت لمنظمة دولية 10 سنين. أوكي؟ نعم. لكن في لبنان، في لبنان كان التغييم واضح اللي هو طبعا بيغيموك يمكن بتختلف، يعني يمكن يعملوا لك ترقية استثنائية، يعملوا لك أي حاجة تدعمل. يدوك وسام. أنا أذكر يعني كان في تقدير، ودي كانت أهم حاجة التقدير. التقدير يعني التقدير دتني لي ولبنان تقدير كبير كان. اللي هو تقدير بتاع أنه أمنح أرفع الأوسمة وأمنح الوسام والسفير موجود. يعني أنا كنت مستشار ذات تايم ومنحت هذا الوسام باتصال من رئاسة الجمهورية اللبنانية الرئيس السركيسي. فهو قال له نحن عارفين أنه جاء سفير لكن بيستأذنوا أنه ممكن أخذ هذا الوسام. أنا تحدثت مع السفير جلال عتباني يا أخي إن شاء الله ربنا يطول عمره، وقلت له يا أخي الناس دي بيقولوا أنه دارين يدوني وسام. فقال لي يا أخي ده شغل عملته أنت، أنت بتستحق وتأخذه. أكيد يعني يكون في تقدير، حتى الواحد يعني بجد يعني ممكن يكون الإبداعات أكتر وأكتر يعني بصورة كبيرة جدا، خاصة وأنه بتلقى أنت تقدير من المكان أنت موجود فيه. زي ما ذكر الأستاذ خلف الله في أنه محطة كانت هامة بالنسبة لك، هناك شغل المنظمة أنت بتتكلم عنه في طهران يمكن صح، هو طبعا قبل قصد أنه يكون في الخارجية يكون في تقدير له، لكن لأنه تبع منظمة أكيد برضه ماشي تبعه خالص، ما كان في أي ولا شيء أنت ما ممكن تكون عملت تبعه إذا ما كنت ممثل الخارجية. لا، ما أنا كنت ما ممثل الخارجية ولا ممثل للسودان. يعني شغل أنا كنت خاص يعني. لا ما شغل خاص. نعم. هو شغل أنا اخترت لذلك المنصب ب ب ب ب ب بامتحان يعني. نعم فهمت. لكن أنا بقول لك التقدير الثاني، أنا برضو منحت وسام من الملك الحسن الثاني طيب الله أسره. كنت سفير في المغرب، اللي هو منحت الوسام العلوي من رتبة قائد. وأفتكر ده وسام كبير لأنه يعتاد أنه بياخده من رتبة ضابط. وهذا الوسام كرمت وقدم لي هنا، يمكن يكون الأخ علي يوسف يمكن هو يعني كان في المراسم وقت طويل وبيعرف، ما في دولة قدمت وسام لسفير كان بيعمل عندها باحتفال كبير زي ما حصل هنا. يعني كان حاضرينه 10 وزراء، كل الوزراء، كل السلك الدبلوماسي الأجنبي وخلافه، كان في احتفال ضخم كبير جدا على أساس أنه الوسام كان وسام عالي جدا. نعم، دائما السفرة فعلا يعني بقول لك أنت سفير لبلدك، الحاجة دي ما سهلة بأمانة وشيء كبير جدا جدا. دكتور علي، كيف بيتم سحب واستدعاء السفرة من الخارج وعلى أي أساس بيتم ذلك؟ بنسمع كثير تم استدعاء السفير فلان من الحتة الفلانية في أنه هو يرجع الخرطوم أو يرجع السودان. على أي أساس بيتم؟ طبعا إذا مسكت كلمة استدعاء، بس السفير يستدعى مرتين في حالتين. حالة أثناء عمله في البلد، يعني مثلا يكون في توتر في العلاقات أو حاجة تستدعي إنه بلده كنوع من أنواع الاحتجاج تقوم تستدعي السفير. نعم. معناتها في احتجاج وهي دايرة ويجي يقعد عندها وتتكلم معه، زي ما حصل
قريبك عبد المحمود. نعم. لما كان سفير في مصر السودان استدعاه لأنه كان في مشكلة مطورة، وده نوع من الاستدعاء. الاستدعاء الثاني، ونحن نحيي السفير عبد المحمود، تحية خاصة من صاحبك علي. نعم. قريبتك ولا تذكرت؟ بحيي والله، أكيد طبعا طبعا. كلنا نحييه والله. عمي والله طبعا بحيي سفير سفير برضو منح وسام. نعم. يعني في نهاية عمله في مصر. نعم. بعد الصعوبات الكبيرة جدا. نعم. الواجهات في عمله ذاك، وكان برضو تكريم كبير جدا جدا. نعم. الاستدعاء الثاني اللي هو لما السفير يتم فترة عمله في بلد، بيقوم في خطاب اسمه خطاب استدعاء. نعم. بيرسلوا له ويقولوا له نحن استدعاء. انا حأمر لك سريع على بعض الحياة الزاغ منها الاخ صديق. انت سألتي عن الحصانة الدبلوماسية. نعم. وانواع الحصانة. وفعلا الحصانة الدبلوماسية دي مسألة مهمة جدا 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 في العمل الدبلوماسي، لأن مستحيل العمل الدبلوماسي يتم بدون وجود الحصانة دي. نعم. عشان كده الدول سنة 63 عملت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبرضو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. نعم. ودي حددت أنواع الحصانات. نعم. أدت الوضع الدبلوماسي حصانة عالية جدا جدا، والحصانة ذاتها بتتقسم لحصانة للسفير ولبيته، وحصانة للسفارة والعاملين الدبلوماسيين والموظفين الأخيرين العاملين فيها. نعم. وحصانة للعمل القنصلي، للقنصل العام أو القنصل وللقنصليات بتاعته. نعم. الحصانة معناتها عندها جوانب، إنه المناطق دي والأشخاص دي ما ممكن يعني حد في السلطة في البلد الموجودة فيها، لا شرطة لا أمن لا غيره، ما ممكن يخش الحتة بتاعتهم دي. نعم. وما ممكن يمسكهم. نعم. وما ممكن يقدموا لمحاكمة، وما ممكن يعني صراحة هي في النهاية بتقول إنه الناس ديل أصله ما تقربوا منهم، تبعي ديل هم موجودين في البلد دي ممثلين لدورة أخرى. نعم. وإنتوا كبلد ملتزمين باتفاقية فيينا لحمايتهم. نعم. ورعايتهم. عشان كده الدولة اللي بيكون فيها السفارات بتكون مسؤوليتها إنها تحمي السفارات. نعم. إذا حصلت أي حاجة إساءة أو خرق للحصانات دي بتسبب مشاكل كبيرة جدا. بيتم تكثيف الأمن حوالين السفارات من البلد المضيف دائما. حماية السفارة هي مسؤولية الدولة. نعم. المضيفة. المضيفة. نعم. ده كلام جميل. بس في نقطة. نعم تفضل. اللي هو طبعا الإضافة لكلام الأخ علي، هي الحصانات دي الأساس بتاعها تسهيل أداء مهمة المبعوث الدبلوماسي. نعم. يعني كلها عشان تسهل مهمتك. نعم. هي بتاخذ هذه الحصانات. نعم. عشان تسهل عملك. دي معلومه ممتازه جدا. العمل الاعلامي الاستاذ خلف الله عبد المنعم مدير قناه انغام الفضائيه بريتوريا يمكن تكلمنا عنها، لكن العمل الاعلامي هو رساله زي ما انت عارف ثقافات البلد الاخرى. بريتوريا اي منطقه او اي بلد انت سافرتها من المؤكد انت بتحب تطلع على ثقافات البلد بحيث انه تعكسها كسوداني ثقافتك وثقافه الغير لنا وليهم. نعم. حقيقه الخطاب الاعلامي والخطاب الثقافي هما بيلعبوا دور مهم جدا مع الخطاب الرئيسي، الخطاب الدبلوماسي خارج السودان. نعم. وانا اذكر يعني من الفعاليات الثقافيه المؤثره جدا واللي شاركنا فيها في جنوب افريقيا في تلك الفتره مع الدكتور علي يوسف السفير، الدكتور علي يوسف، كان الاسبوع الثقافي. نعم. العربي في بريتوريا هو الاسبوع الثقافي الأول في جنوب أفريقيا، وشاركت فيه إذا ذكرت كويس أكثر من 18 سفارة، وكانت حصيلة اجتماعات بتاعة أكثر من سنة للسفارات العربية، وجهزت فيها فعاليات متنوعة وجيدة جدا من مختلف الدول العربية، وكان السودان مشارك بخطاب متنوع فيه الفرق الموسيقية وفيه التشكيل. نعم. دكتور راشد دياب، وفيه كثير من التنوع في مفردات الإبداع الفني. نعم. وأنا على ما أذكر في لاقتنا مشاكل كثير جدا ونحن بننفذ في هذا الخطاب الثقافي،
والأخ السفير قلت له يا أخي واضح إنه نحن في تنافس شديد جدا لأن كل الدول العربية جهزت ما يليها. نعم. بقينا إحنا فعالياتنا كثيرة لكن بتواجهنا مشكلة التمويل. نعم. فبتجي هنا الحصافة والإدارة الجيدة لإنجاح. نعم. رسميا نحن ما كان قادرين نمول. ونحن وعدنا وخطينا فعالياتنا قدام مجلس السفراء العرب وكل الناس أوفت. لكن في تلك الفترة يعني السفير قال لي نحن هننجحها بإذن الله. نعم. بتعاون عدد من المؤسسات اللي بتساعدنا. نعم. في إنجاح وقد كان. نعم. عمل اتصالاته ونجحت الفعاليات بتاعتنا وتم تمويلها. نعم. وكانت مشاركة ضخمة جدا ومتنوعة. فمن ضمن برضو الحاجات الثانية في جامعة بريتوريا لو تذكر سعادة السفير كان عندنا المبعوثين كل دولة عندها جناح وجناح السودان في تلك الفترة برضو كان أكثر من 50 دولة فاز بالجائزة الأولى. نعم. ليه فاز بالجائزة الأولى؟ نحن عمل مجهود من السفارة تم الاتصال بالجهات المعنية بالثقافة لكن. نعم. كان في مجهود العمل التنوع بتاع السودان تنوع جميل ثقافات متعددة. نعم. الخيمة بتاعتنا أو الجناح بتاعنا كان فيه كل السراء الجميل في السودان. نعم. ومن ضمن 53 على ما أذكر نحن أخذنا المركز الأول. نعم. فده يوريك أنه الخطاب الثقافي إذا أحسن إعداده. نعم. بيقدم خطاب ثقافي مؤثر وقوي وفعال. نعم. وزي ما انت ذكرت فعلا ان السودان غني جدا بثقافات وغني بعاداته وتقاليده وممكن في غرب السودان بس ممكن نلقى 88 او 80 قبيله او اكثر توصل ل 90 ومتعدده الثقافات وده كلام جميل جدا لو احنا فعلا حاولنا ننقل كل حاجاتنا بصوره حتى واحنا كاشخاص عاديين سفراء ايضا لبلدنا. اعزائي المشاهدين فاصله قصيره بتفصيلنا عنكم نرجع نسمع كمان فرقة البلو ستارز ومقدمين لنا شنو نرجع نتواصل معكم تاني خليكم معنا. لما كنت أشوفك بحلم أنا جيني تناجيني أنا كيف ألقاه قربك وكيف أرحم حنيني أعيش مستني الأمل هكذا Thank you.
شاكرين لكم فرقة البلو ستارز، بالجد عمل جميل جدا، وإحنا دائما أكيد بنسعد بوجودكم معنا، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وما كنتم بتتابعونا داخل وخارج السودان، متواصلين معكم سهرة حلمر. رمضان جميل، رمضان برا السودان أحلى، وجوا السودان كمان بنقول أحلى وأحلى وأحلى. كثير من المغتربين والمهاجرين خارج السودان استمتعوا وبيستمتعوا ما زال، إن شاء الله رمضان كمان كريم على كل الناس، يعني خاصة بعد ما وباء الكورونا إن شاء الله يا رب ربنا يزيله من كل العالم بإذن الله. رمضان أستاذ صديق سعادة السفير، رمضان برا في كم دولة وكم دولة مختلفة؟ إحنا كسودانيين عاداتنا وتقاليدنا ما بنخليها منشيل معانا حياتنا. السوداني معروف بيحمل حقيبته وبتحمل كل حاجة، يعني فيها كل ما لذ وطاب، وزايدا أوراق الدبلوماسية أيضا. فالسفير كم دولة أنت كنت موجود فيها؟ رمضان كم كيف معك؟ والله نحن نجدد يعني التهنئة برمضان لكل المشاهدين. ورمضان يعني بيفرض نفسه، ورمضان السوداني هو رمضان حيث كان. نعم. يعني رمضان من غير حلو مر ما رمضان، من غير عصيدة ما رمضان، من غير ضيوف ما رمضان. صحيح. فلذلك رمضان هو حيث ما كنا، رمضان بيجمع الناس. نعم. بيجمع السودانيين، بيتلاقوا كلهم مع بعض. ولكن في حاجة مهمة جدا، يعني نحن ممكن نوجه تحية خاصة لزوجات الدبلوماسيين وزوجات السفراء في شهر رمضان على الخصوص، لأنهم هم بعدا نفس الموائد التي تعد هنا في الخرطوم، ببليلتها والعصيدة والحلمر وأي حاجة هي بتعد، بلس الضيوف. ولذلك بيأخذ هذا الشكل، وبعدين بيأخذ طبعا الزيارات والسهر وكذا وكذا. ويمكن الدول ذاتها، يعني انت 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 لما تكون كسفير بتشارك في الدعوات الرسميه. نعم. وبتعمل دعوات خاصه. نعم. وانا افتكر انت بتقولي دقيقه ودقيقتين. نعم. ولكن انا بقول يعني في بلدان معينه، انا اقول لك في لندن. نعم. يعني يمكن انت زي اللي عايش هنا، لانه عدد السودانيين الموجودين في كبير. لندن عدد كبير. نعم. وكل المواد التي تحتاج إليها موجودة. نعم. أنا ذكرت لندن لأنه بلدان العربية الأخرى هي يعني نفس تقاليدنا وكذا. نعم. قريبة لها. وبعدين في حاجة مهمة اللي هو رمضان في المغرب. نعم. وده بياخذ شكل مختلف. نعم. مع الحريره على اساس انه الدروس الحسنيه التي يعرفها الجميع. نعم. ويمكن ده موضوع ثاني. وفي اندونيسيا رمضان is very special. نعم. نعم. يعني اكلاتهم يعني متنوعه ومتعدده، وطقوسهم حتى الرمضانيه وكل شيء. يعني رمضان انت كسفير في رمضان انت متحرك 29 ولا 30 يوم. نعم. دكتور علي، كمان طبعا سفرياتك البرة اكيد واقامتك الكثيره كانت موجوده خارج السودان، وعديت قبل يمكن كثير من الدول. دائما احنا بنشوف خارج السودان بيوت السفراء دائما بتكون مفتوحه، يعني الباب ما مقفول، يعني دي من الحاجات الملاحظه، يعني خاصه في الدول العربيه. هو بيتكلم عن ضيافته لضيوف قد يجوا ويمشوا، لكن في اقامه بتكون موجوده، يعني بيكون في ناس موجودين زي بيوت السودان موجودين قاعدين معك بالشهر وبال15 يوم وباسرهم. يعني أنا طبعا أضم كلامي يعني لكلام الشيخ صديق أبو عقلة عن رمضان، يعني وأقول باختصار شديد جدا رمضان أحلى في السودان. نعم. يا سلام. بس نعم. ده فيما يتعلق برمضان، يعني أنا بس ده بمناسبة أحكي قصة حصلت لي في لبنان، لأنه شايف يعني ذكرى وأيام الحرب وكذا. يعني نعم. يعني لبنان عجباه جدا. فأنا برضو وأنا سكرتير ثالث مشيت لبنان في مأمورية، كنت في الوقت ذاك في حاجة اسمها ضباط مقاطعة إسرائيل، مشيت حضرت الاجتماع. فنزلت مع يعني واحد من أصدقائنا في السفارة الله يرحمه اسمه عبد الهادي صديق، رجل أديب وفنان وكاتب وكذا. وقام الدولة العربية قالوا لي أمشي المؤتمر، فمشيت الساعة العربية ماشي في الجبل لغاية ما وصلنا الفندق الفيول المؤتمر. وانا طبعا قاعد مع السفير عبد الهادي، مع عبد الهادي. فانا ده اعرف مشكله الرئيس اني الجماعه بتاعي الامني في الباب، قالوا لي انت جاي للمؤتمر؟ قلت له ما قال لا المؤتمر بلش.
بلش قالوا لي اي طيب رجعت العربيه بلاش يعني منه رجعت السفاره هو بدا هي بلش بلش بدا يعني ونحن بلش انتهى ايوه لما رجعت السفاره قالوا لي بلش تراجع قلت لهم والله قالوا لي المؤتمر بلش قالوا لي بلش بعد بدا طبعا من الطرائف برضه الجميله دكتور استاذ خلف الله اكيد مريت عليها اثناء عملك او اثناء في العمل الاعلامي او اثناء وجودك هنا في بريتوريا شنو الحاجات اللي ممكن تكون فعلا طريفه هو دخلنا الحته بتاعت الطرائف الجميله يعني يا ريت لو سمعنا حاجه والله انا عجيت ما اذكر طرفه معينه لكن اذكر انه في واحده من الفعاليات الكبيره جاتنا فرقه الفنون الشعبيه السودانيه وشاركت في مهرجان الكرز في منطقة متاخمة لبوتسوانا أنا ما أظن في والفرقة طبعا فرقة الفنون بتنوعها جميل وتم استضافتها هناك وأنا كنت من ضمن المستقبلين لها في المطار معي واحد من الدبلوماسيين من السفارة فعندما مشينا هناك برضو كان في استقبال كبير في مهرجان الكرز وكنا الفرقة الوحيدة جاية من خارج جنوب أفريقيا الفرقة الثانية كلها كانت محلية فبفتكر أنه الفرقة أبهرت الناس بصورة غير عادية ونحن كنا متوقعين الفرقة تقدم عروض في بريتوريا لكن المنطقة اللي عملنا فيها مهرجان الكرز هي تبعد بالعربية ما أقل بعيدة شوية بعيدة يعني, يعني نعم. ما أقل من نعم. يعني 8 ساعات نعم. فما توفقنا حقيقة وكانت أشواق الناس كبيرة في إنها فإنها تحضر وتشوف وجالية يعني. والسفارة وكده لكن لم نستطع يعني اكيد كله معوض وبيتعوض دائما الحاجات قاعد تيجي دائما في لحظات وفي يعني زي ما بيقولوا بتكون في حاجات تانية بتحصل وفي اقامه كثير من الحفلات والممكن الفرق الشعبيه خاصه ومساهماتها خارج السودان ودي كانت طبعا شيء معروف وكانت منظور وملامس لكثير وكان فعلا بيكون في انبهار كثير وكبير جدا للطقوس الافريقيه خاصه السودانيه احنا بنركز على افريقيا لانه احنا فعلا طقوسنا مختلفه خاصة غرب السودان وجنوبه أيضا كمان يمكن في الشرق حاجات يمكن قريبة شوية للعرب فالناس كلها بتندهش لمدى ثقافتنا لمدى يمكن تعدد التنوع أيوة نعم والعادات والتقاليد بتفرق إحنا طبعا هنسمعك شوية علي دوكا وفرقة البلو ستارز ونرجع نتواصل معكم تاني خليكم معنا ورمضان كريم
حلو مرة موجودة إن شاء الله هتكون معاكم خلال شهر رمضان المعظم ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين داخل وخارج السودان وين ما كنتوا على قناة أنغام الفضائية تابعونا وكمان على موقعنا على الفيسبوك قناة أنغام الفضائية السودان ميوزيك بتنزل عندكم الحلقة إن شاء الله لايف. أحلى رمضان هو دائما قلبي يكون معاكم دائما إحنا زي ما بقولوا بنحاول نقدم الأجمل تقبلوه دائما مننا إن شاء الله بكل الصدر الرحب اللي إحنا عارفينه عنكم. سعادة السفراء موجودين معي داخل الاستوديو دائما إحنا السفير معروف انه سفير خلاص سعادته يعني خلاص يعني دبلوماسية الرسمية الزوج الكلام بالترتيب النظام في الحياة لكن اكيد في وجه اخر ما بيكون احنا عارفينه عنه زيهم زي الضباط انا بقول لهم بيكون عندهم رهافة الحس والاشياء اللي احنا ما بنعلمها عنكم وما بنعرفها. دكتور علي طبعا كل زي ما ذكرت يعني ما شاء الله الوجه الاخر لك يعني كل واحد له هوايات واهتمامات وانا عرفت عنك يعني من استاذ خلف الله انك عندك هوايات ثانية يا ريت لو تعرفنا عليها. طيب انا اول حاجه خليني احيي الاخ خلف الله يعني كان من احسن الاعلاميين اللي الواحد يشتغل معاهم في حياته وحقيقه انا بفتكر انه الاعلام والدبلوماسيه هم وجهين لعمله واحده. نعم. العمله الواحده هي البلد ذاتها. طيب بالنسبه للوجه الاخر انا الوجه الاخر بتاعي وجهي رياضي يعني انا يعني حياتي كلها بنت على القرايه الخارجية والرياضة. الرياضة بالنسبة لي هي الحاجة الأساسية وفي الرياضة ذاتها الباسكتبول كرة السلة. نعم. أنا بحب كرة السلة جدا جدا وكنت يعني من المدرسة الثانوية أنا كنت قريت في المؤتمر الثانوي كنت في الفريق بتاع المؤتمر الثانوية. نعم. وكنت الكابتن بتاع الفريق جينا دخلنا جامعة خرطوم كنت في فريق الجامعة ووصلت لغاية ما بقيت كابتن الفريق بتاع الجامعة في آخر سنة. كانوا معنا عمالقه بتاع سلة ناس الله يرحمه شارل اسبانيان ومحمد فرج ومين يعني مجموعه كبيره من ال نعم. الحاجه الثانيه بتاعت كره السله بالنسبه لي في تاثيرها في حياتي كهوايه انه انا عندي ما شاء الله ربنا يحفظهم خمسه اولاد ما شاء الله واحد الخمسه بيلعبوا كره السله والاول فيهم اللي اسمه جمال ده هو كان كابتن فريق يعني. كره السله نعم الفريق القومي بتاع السودان. أيمن في فيينا هو الكابتن بتاع فريق الأمم المتحدة في ما شاء الله يوسف كابتن طارق يعني أنا باختصار طلعت خمسة كباتن بتاع كرة السلة أبناء على الطريق مبنيين على الهواية والحب بتاعي ده الوجه الآخر والخمسة أنا كنت المدرب بتاعه ما شاء الله تبارك الله كنت المدرب بتاعه يعني بيبدأ يتعلم الباسكت والكرة السلة معايا أنا وبتطول يا دكتور وصلت لغاية ما أنا برضه بقيت رئيس الاتحاد المحلي لكرة السلة لفترة ثم نائب رئيس الاتحاد العام برضو لفترة. نعم. يعني كرة السلة هي فعلا الوجه الآخر بتاعي. يعني سبحان الله نقدر نتكلم دكتور خلف الله بوصفك إعلامي البيئة بتأثر كثير جدا على نهج الأولاد وعلى الطريق الممكن يتبعوه لها أثر كبير أبناء عشان كده قلت لك أبناء على الطريق نعم أبوهم يعني نعم. يعني لحد كبير جدا الأبناء بيتأثروا بالبيئة العامة في الأسرة باهتمامات الوالد والوالدة نعم. فدي بتشكل الجانب النفسي والاجتماعي والثقافي نعم. فلحد كبير جدا يعني المسألة نعم. دي واضحة في نعم. في أسرة السفير الدكتور نعم. علي يوسف تمام ممتاز يا أستاذ خلف الله وفعلا يعني المعلومة حقتك. نرجع كمان للأستاذ صديق سعادة السفير صديق كده كلمنا عن الوجه الآخر لا ما هو لأنه الأخ علي يعني ما شاء الله طلع عنه يعني بتاع كورة وبتاع باسكت لكن أنا كنت معتقد أنه الوجه الآخر يعني ما هو بي من هذا الشكل وإنه بعتقد أنه يعني اهتمامات ودين العمل نعم نعم يعني احنا رياضيين كلنا رياضيين وبعدين ظاهر من الفيزياء يعني واضح الوجه الاخر ممكن يكون فنان ما في العمل لكن هو شنو اللي هو انت بتملى وقتك بشنو يمكن علي والله يعني قال كلام اكيد لكن قارئ ممتاز قال كلام جميل جدا جدا أنا يمكن معظم الوقت غير العمل الرسمي هو كله وقت مع 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 الأسرة نعم. ويمكن يكون في اتجاهات أخرى القراءة مثلا القراءة طبعاً أكيد. وهنا التأثير بيبقى وين نعم. يعني أنا يمكن الليلة عندي ثلاثة بنات وولدين
اي واحد في اولاد دي ما عدا الاخير المهندس ما 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 بقدر اشتغل معه. لكن بتي يعني عنده ولد ولد دخل الخارجيه ما في خطه ما في خطه اذا البيع شوف ليك نعم لكن يعني بناتي يعني يعني دراستهم كلها انا دخلت فيها نعم in a way or another يعني البيت الاولى هي بتاعت اتش ار حاجه كبيره كده لكن ما شاء الله وارد بشكل البنت الثانيه دكتوره واللي قلت لك امبارح قالت لي يا خلي بالك يعني ما من خلي بالك من نفسك ما بدنا نتكلم فيه دي انا لدرجه انه البحوث بتاعتها الشيء اللي بتكتبه وفي عندهم حاجه في دراستهم دي اسمها اللي اسمها شنو دي قولي معي لا 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 نعم الهيلث دبلوماسي يعني دي انا حتى وحتى كتاباتها بتقول لك خلي بالك يعني قلت لك خلي بالك اذا تسافر من نفسك من نفسك هي يعني. خايفه عليك يعني خايفه عليك لا 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 ده باعتبار ما حاجه انا ما اقدر اتكلم انا هو لا انا ما اقدر اتكلم الوجه الاخر بتاعه انا ما اقدر اتكلم في عشان ما ندخل عشان ما يعتبروا لا طبعا الناس اكيد البرة قلقانة هي كبتك اكيد كبتك ايام الكورونا برضو كانت هي قلقانة عليك وانت ذكرت قبل كده فعلا انها هي كانت بتتصل عليك وتطمن عليك وبتقول لك الحاجه دي اعملها والحاجه دي تعملها زي ما كل نعم. الجماعه نعم. وبتي القانونيه دي والمص الان نعم. بقيت رجل قانوني نعم. طبعا يوسف ذكروا وبعدين لابد ان نحيي امهم يعني نعم. ساميه الحاج يعني نعم. ياخذ وقت طويل وبنحيي الاستاذه هدى زوجة علي برضه اليوم التحيه لو هو ما حيى هدى خلي بالك خليه حيى بعدين كلنا في برنامج نحيي مدام هدى نحييها بعدين ونرفع لها ونقول لها رمضان كريم كل سنه ربنا يحفظها لاولاده ويحفظها يا سعاده السفير انا خايف ده في الهنايه تقوم وتقطع لا انا بحركت اي حاجه دي حاجه جميله جدا بس حنسمعكم حاجه ونرجع كمان نتواصل معكم ثاني وحلو مره خليكم معنا سمعونا زي نوبة بعد ما تبت خلاص من الغرام توبة بعد ما تبت خلاص من الغرام توبة والزمن صغني بترجي بانوبة والزمن صغني بترجي بانوبة البانطلي ضبيا وما زانوبة البانطلي ضبيا وما زانوبة جلد غلط قلبي بين زانوبة بين زانوبة بين زانوبة بين زانوبة Na 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 na
ذكرت حلو مرة إن شاء الله متواصلين معكم وضيوفي الأعزاء السفراء داخل الأستوديو. الحقيقة سعادة السفير صديق إحنا رجعنا لك وسمعنا يمكن زنوبة حسي من الغاني يمكن عجبتك في البلو ستارز. إحنا شاكرين لكم طبعا كثير جدا على الأغنية الجميلة يعني زنوبة من الأغاني التراثية الخالدة. يا أستاذ سعادة السفير صديق الواحد بدندن احنا على حس الغنى ومع الغنى والفن رسالة ايضا وتوصيل لأحاسيس وبيغذي الوجدان. ما انتوا برا اكيد اغانيكم في السودان بتجوا شايلين معاكم زمان ممكن قصت مش كذا الحكاية قريب ممكن فلاشات ممكن سيديهات بتاخدوها بتدندن في البيت منو بتحب تسمع لمنو دائما؟ حقيقة حقيقة انا اقول لك يعني اذاعة ام درمان وتلفزيونات السودان ومحطات المختلفة الآن تلفزيون تلفزيونكم هذه الأجهزة وهذه المؤسسات لها أثر كبير جدا في أن تكون هي رفيقة لنا دائما ونحن من الخارج. يعني أنا بقول لك شنو يعني إحنا كنا حتى المسلسلات أنا والله كنت أتذكر في بانجا بسمعها الأغاني نعم. يعني ولذلك وصلنا لمرحلة الفنانين بالنسبة لنا كلهم أنا بالنسبة لي نعم. يعني أعشق كل الغناء نعم. وأعشق كل الإذاعة يمكن لأن الناس برا بتحب كل الأغاني عايز تسمع كل حاجة لكن كل أستاذ أنا زهرة أنا أديك إكزامبل يعني نعم. أنا في العربية بشغل الكاسيت برضو أرجع لبناتي وبتسى غير دي حافظ حتى أغاني أبو داود كلها أغاني الحقيبة كلها نعم. نعم. بيحفظوها لأنه يعني بنسمع يعني أنا أقول لك يعني الفنانين كلهم بالنسبة لي والله روعة يعني نعم. ولكن في فنانين يعني أنا بعتقد أنه محمد وردي هو يعني فنان من الطراز الأول وكله من الطراز الأول نعم. وبسمع للكاشف كثير بسمع لأبو داود بسمع لعثمان حسين نعم. وإذا طلبت مني أطلب أسمع أغنية أسمع كانت لنا أيام عشان عثمان حسين يا سلام هذه يا سلام. الأيام الجميلة اللي عشناها وبهدية لكل الإخوة نعم. اللي عملت معهم في كل المحطات نعم كانت لنا أيام جميلة ده كلام وهدية جميل للإخوة اللي هنا موجودين من الأغاني الخالدة كمان رحمة الله عليه أستاذ عثمان حسين أستاذ دكتور علي دائما بهدي وقت أكثر مني لكن هو برا بيشيل بيطلع والله مرة أنا حقلع مني دكتور صديق أنت بتطلع الكلام صح؟ كلام. أنت بتطلع الكلام بيطلع الكلام بيحكي قصص طويلة يا أخي أنا أحيي فرقة البلو ستارز البلو ستارز واحكي لك برضه نكتة سريعة كده عن أنا لما جيت داخل الخارجية الامتحانات الخارجية الأولى دي فقاعدين في الانترفيو كان في 4-5 من يعني من كبار الدبلوماسيين ومن وكان في الدكتور النفساني اسمه منو حسبه فقاعدين فقاموا سالوني بيسالوا من برا احنا عارفين انه الواحد لازم يعمل نفسه بيعرف الحياه كويس وبتاع فقام واحد سالني قال لي انت بتحب شنو؟ فقمت زي صديق قعدت اتفلسف الفن الغناء قمت قلت له يا اخي انا بحب الموسيقى قام قال لي يا موسيقى فانا انت عايز تتفلسف وما تذكرتها اذكرتها قلت له والله انا بحب موسيقى الجاز سمعته قال شنو اول حاجه بحب موسيقى الجاز طبعا لازم خلي بالك شو الاجابه دي قلت له بحب موسيقى الجاز نعم قام قال لي انت يعني بتحب الجاز بقى زنكته لانه في اللحظه دي عرفت انه السؤال ما يا الفرق منه يعني احنا بالنسبه لنا نحن موسيقى الموسيقى الجاز هي الموسيقى اللي شفناها دي لكن الناس اللي بيفهموا موسيقى حقيقه نعم. عارفين انه الجاز موسيقى مختلفه يعني بتعزف في 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 بدت عند الزنوج في امريكا واللي هي بادوات معينه كده ترومبيت بعدين لغايه ما اتطورت يعني فلما حسيت بانه انا زنكت قلت لهم والله انا بحب موسيقى الجاز وكمان بحب الموسيقى الكلاسيكيه والموسيقى قلت اعمل رقبتي يعني بعرف موسيقى وبتاع قال لي يا اخي بتاع يا تو واحد من بركه من الاغاني الكلاسيكيه الكبار ولا الوقت ذاك لا بعرف لك بيتهوفن لا
اتورطت فزركت زنقه شديده بسبب موسيقى جاز. طيب انا ده بمناسبه انه معانا في 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 السودان هنا عطر سماء السودان ده الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي. انا احييه تحيه خاصه وأسلم عليه، وده فناني المحبب والمفضل وصديقي الشخصي. لا. صداقة عميقة جدا جدا، وأنا والله صراحة أتمنى إنه نسمع واحدة من أغاني عبد الكريم الكابلي، مع إنه أنا طبعا يعني عثمان حسين ده من الفنانين اللي بحبهم جدا جدا. نعم. فإذا في إمكانية نسمع حتى لو جزء من ممكن يدوك مقطع إن شاء الله، حسين وجزء من ضرين الوعد. طيب ده كلام جميل جدا. البيت جزء الجزء لكم على الوقت احنا المخرجين قاعدين. دكتور خلف الله، استاذ خلف الله، طبعا انت مدير القناه المكتبه تحت يدك، كل شيء يمكن موجود الان. وشاكرين جدا على ضيوفك الكرام، نخب ممتازه من السفراء، واحنا سعيدنا جدا بوجودهم معنا في هذه السهره. حقيقي لو عندك كلمه اخيره عايز تقولها تفضل. انا حقيقه سعيد جدا في هذه الامسيه الرمضانيه الجميله أن أكون مع هؤلاء السفراء الكبار، سفراء يعني يعتبروا سفراء أمة، يعني السفير صديق أبو عقلة والسفير دكتور علي يوسف أحمد، ومعك أنت الأستاذة يعني على الإضافة وعلى الأسئلة الجميلة وعلى الجو الجميل ناهد بشير. وبرضو أنا أحب أسجل يعني تعبير للدكتور عبد الكريم الكابلي، هذا الهرم الغنائي الضخم، ونتمنى له إقامة طيبة وصحة وعافية وعطاء ضخم. وأقول أنا لو في فرصة أسمع لبازرعة وللفنان الكبير عثمان حسين. نعم. مقطع ان شاء الله ولا استاذه ان شاء الله. المكتب اكيد تحت امرك باذن الله. انا شاكره لك كثير جدا سعاده السفير صديق يوسف ابو عقله الذي عملت قبل ذلك في سفاره السودان في المغرب واندونيسيا وفيتنام واستراليا وسنغافوره. شاكرين كثير وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. شاكرين كمان سعاده السفير دكتور علي يوسف احمد، وعملت سفيرا ايضا في الصين وفي الاتحاد الاوروبي وجنوب افريقيا والسعوديه وتونس واليمن وكينيا. شاكرين لك وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك للسيد المدير العام الاعلامي المميز استاذ المستشار نقدر استاذ خلف الله عبد المنعم. شكرا لك كثير. شكرا لك انت طبعا. احنا برضه نشكرك في الحوار يعني. بورع وبطريقه جميلة جدا والله. يعني نشكرك يعني انت متمكنه ريالي. تسلم الله تسلم. الله يديكم العافيه ان شاء الله. بس دائما بس الكلام بتاعك كلامنا ده ما انتهى. حنتلاقى ان شاء الله بعد العيد باذن الله. نوعدكم بسهره كامله ان شاء الله، وباذن الله يعني نوعدكم بشيء جميل يقدم لكم وفعلا يسهر كل الاسئله الموجوده في اذهان الناس واللي عايزه تعرف عنها كثير، حتى رحلكم سفرياتكم وجودكم خارج السودان، بحيث انه نحن نقدر نتعرف اكثر كمان على الجانب الدبلوماسي الحقيقي. ودي ان شاء الله بنوعدكم بها بعد العيد باذن الله. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. طيبه. شكرا طيبه. شكرا لك. شكرا لك. بنشكر كمان فرقه البلو ستارز، كل الشباب الحلوين ناجي ونادر والمجموعه الجميله والفنان علي دوكا. بنختم معاهم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين وحلو مره. ايوه الفريق الفني بتاعك اكيد فريق ما حنخليها لك انت بقى. انت اليوم معي مذيع طبعا في الحلقه. بشكر كل التيم اللي تقبلوا تحياتنا وتحيات التيم العامل اللي قام بهذا اليوم، وهم فعلا وراء الكواليس بيعملونا والله متواصلين معانا، وان شاء الله دائما ابشام واخوان كلهم في التصوير وفي الجاليري في الصوت وفي الاضاءه. نعم. وكل العاملين الجنود المجهولين. والحاجه الجميله كمان انه نحن في انغام عندنا مصورات يعني يا سلام. بجد يعني انا فخوره جدا بالمراه السودانيه والبنت السودانيه. اسراء وعايده من البنات المميزات جدا. نشيد بهم ونحييهم يعني كلهم والله. بنشكر المخرج مدثر ابو شامه ومهيد ونوري وكل في الاستاف الموجود معنا وفي السوشيال ميديا وكلهم. حينزلوا كلهم في التتر ديل، الناس تتعبوا عشانكم الليل عشان يطلعوا السهره بهذا الجمال. انا شاكره لكم وممنونه جدا كمان وجودكم خلف الشاشات. ان شاء الله نتمنى لكم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير، وبعد العيد نتلاقى ان شاء الله. I'm gonna do this.
وصلت الوتور تميتا كملت الدروب شقيتا جريت جراني وكريتا شلت الليل وغنيتا فاريت الدروب قصيتا إلا مراني يا مشيقين أني أدور سمحت بي